سخرية كاين السخرية. ما عرفتش شي حاجة. شي واحد بحال مثلا كنسمع الصلاة كنضحك كنستهزأ، أنا قلبي لداخل باغي نصلي، وإنما شي حد عندي كيستهزأ. ومن ابتلاك الله بالسحر؟ الحمد لله تبعت الرقية، ويوم على يوم يوم على يوم حتى وليت كنصلي الحمد لله. كتصلي مزيان؟ دابا كنصلي مزيان، ولكن بعض المرات ملي كيطلع داكشي تهاوني؟ كنتهاون، كنطلب ربي يا ربي ثبت لي قلبي على الدين ديالك يا ربي، وعلى الصلاة في الوقت ديالها والقرآن كتقرا الاذكار ديالك كاملين؟ كنقرا، ولكن داكشي اللي تبعته عندك هو اللي كناخد من الرقية ديالك، وداكشي هو اللي كنقرا. لكن على الاسباب، الحمد على لله الاسباب، الحمد حتى لله شي حاجه ما كاينه. ربما انك انت تقربي من الله تولي احسن مني انا، وغادي تقرب من الله احسن مني. شنو الفرق اللي كاين؟ غير هو لكل ميدان اهله واختصاصه، والانسان يستعمل الصدق في العمل. اذا استعملت الصدق في الخدمه ديالك والصدق في العباده تفوزين. انا كنت الخدمه ديالي ما نكذبش عليك كنت صادقه فيها، كل شيء كنلقى ما كان متعاطف مع الناس زعما الحمد لله، ما من داخل ديالي زين الا الصلاه، ما كنتش كنصلي، كنجي نصلي كنقول يا ربي غنسالي امتى غنسالي، خاصك تزربي بالزربه اه الحس. نزرب اولا كنعيا كنفشل وكنطيح الارض، كنت ولا نصلي سيمانه وما نصلي السيمانه الاخرى، اولا نصلي الصبح والظهر والعصر المغرب والعشاء، ما كنصليهمش كنجمعهم سيمانه. كيفاش كتجمعي المغرب والعشاء؟ ما كنبقاش نصليهم، ما شحال من كنبقاش ركعه؟ ما كنصليهمش، بعض المرات وكنبقى هذا هو الصلاه اللي كنت متبعه من قبل ما ندير الرقيه، من نهار اللي كتصلي درت ثلاث ايام يومين كتعرفي كتبقى النهار اللي وليت بديت انا مسكين الناس العشيه تسنى سال الغد واك الله يحسن الحوال. وراه كيجي الناس في الصلاه كنعس في رمضان، دابا تكون فايقه مزيان جيت صليت نعس. الصلاه راه كنعس كتشد المصحف تتنعس عليه، كنعرفش راسي شحال من ركعه في رمضان. هذا رمضان اللي رمضان كامل قريت فيه سورة البقرة والمائدة صافي. كاين دابا شوية اللي كنت الحمد لله شكرا تحسن الحمد لله، ملي بديت الرقية الحمد لله زيد تقربي من الله أكثر، تبدلت من إنسان على إنسان آخر. الله سبحانه وتعالى ملي كيبتلي الإنسان بالسحر، وهذا الشيء مجرب وكنشوفوه بزاف، الإنسان ملي كيبتلي الله عز وجل بالسحر وبالعين وبالحسد وبهاد الجن، أحسن علاج وأقوى علاج هو تقرب الله. ما تقربش الله ما عمري تعالج، لان ما شربش دواء باش انك تخرج. لكن انا كنت غالطه بزاف، كنت كنسمع الرقيه كنصحى غير شي حاجه يعني تافهه، ماشي شي حاجه داكشي اللي كيجيني بعض المرات تنقول راني غادي نمشي هاد السيميره، شفت واحد عليا داكشي راه ماشي شي حاجه، ولكن ملي بديتها اخو راه فين تقول اللي عرفت باش حم واحد ما كيتيقش ان هي الرقيه، الاصل في الرقيه الحاج كلها رقيداته كلها قيمت. سمعتك هذه انا كنلح عليها، كنقول انت قلت كنلح على الفيديو اللي خصو يصلي في الوقت يصلي في الوقت. لكن المشكل فين عندنا اختي؟ ما كايناش المشكل فين عندنا؟ ولا عندنا الانسان مثلا قدر الله الانسان متلبس بجن، متلبس بجن ورقى نفسه عاد تسرع خاص اللي يخرج من داك الجن، اذا خاصنا اهل الاختصاص. ولهذا كثروا المراكز ديال الرقيه ولاو اهل الاختصاص بزاف، هذوك اهل الاختصاص ولا فيهم اهل الاختصاص واهل الافتراس. كاين اللي تمشي عنده كيفرسك، كاين اللي كيمشي عنده مختص كيبغي يعاونك. طلب الله نكونوا من اهل الاخلاص في العمل، طلب الله الخير. مرحبا بك.